إضافة أنك نسيت أن صديقيك تحت سيطرتي. حسناً أيها العناكب، دوك أوك تقول أمسكها. ما رأيك يا سبين؟ في أي صف نكون؟ ها؟ جوستي بطلة خارقة بإيقاع خارق، سأكون في صفها. أتفق معك تماماً. ماذا؟ أنتما بحاجة لسماع إيقاعي. الطبلة ليس معي. ربما عاد فريقكما، ولكن لدي جمهوري المنوم ليتبع أوامري. سنفعل ما تقوله دوك أوك. سنفعل ما تقوله دوك أوك. لن يستمر طويلا. حان الوقت لننقذهم من تنويمك باستخدام نغمة سبايدي الجديدة. وسآخذ هذه في الوقت الحالي. أنت أرجع هذا، إنه لي. أثبت مكانك يا صغير. يبدو أنك فقدت إيقاعك يا دوك أوك. اشتركوا لتجدوا فيديوهات أكثر ولا تفوتوا ديزني جونيور لمشاهدة مسلسلاتكم المفضلة.